والله هو بالنسبة لتلافة الخبز راه هي مش قلت الكواش، الكواش أو الخباز خاطي، هي ما هي تعرف انتم المواطنة السيكتور ولاد القطاع تو دونك تعرف هي وين تمشي. هذاك توا الخبز كي يتلوح كما نقولوا احنا بلغتنا الدارجة، راه يمشي على نفس الحيوانات معروفة راهي، وهذا هو يمشي على نفس الرقم معناتها الحيوانات. 900 ألف باجيت يوميا وساعات يوصل أكثر، ساعات قديش؟ يوصل أكثر، يوصل اكثر، يوصل اكثر من 900، اي قديه نجم يوصل؟ ما نجمش لحد، اي ممكن يوصل اكثر 11% ولا اكثر. 11% ينجم توصل معناتها الرقم تاع اتلاف خاصه الباجيت. توا في الصيف، في الصيف يعني تعرف انت الدنيا سخونه والعباد تاخذ خبز زايد يعني، ولت الاكل الخبز ما عادش العجين كما نقولوا نحن، ولت حاجه خفيفه كما نقولوا بلغتنا الدجاج المقلي والاشياء دي والصحن التونسي كذا، فولد الاستهلاك اكثر شوي. واضح.